صديقي مشاهد الاقتصاد والناس، طبعا اولا اهلا بحضرتك في حلقه جديده من البرنامج. ثانيا الحقيقه موضوع حلقتنا النهارده استكمالا لعدد كبير من الحلقات قبل كده اتكلمنا حول خطوات الدوله تجاه التحول الرقمي، والحقيقه حول اهميه التحول الرقمي واهميته في هذا العصر الحديث الحقيقه للحق بركب الدول المتطوره. لابد من تطوير المنظومه الرقميه في مصر بحيث انها تصل الى اكبر عدد من المستخدمين، لانه ليه يعني تأثيرات إيجابية شديدة جدا على الحياة الاقتصادية بالأخص في أي مجتمع أيا كان، وبالذات في مجتمع زي مصر. فحول خطوات الجادة للتحول الرقمي وحول استقبال هذا التحول الرقمي لدى المواطنين هيدور حوارنا النهاردة صديقي المشاهد. هنطلع فاصل سريع نشوف تقرير حلقتنا النهاردة ونرجع نبدأ اللقاء. تمام، رجعنا لكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. شفنا مع بعض تقرير حلقتنا النهارده، ويعني طبعا كعادته منورنا ومشرفنا النهارده في استوديو الاقتصاد والناس استاذنا الاستاذ دكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعه الدول العربيه ومستشار كليه كامبريدج الدوليه ببريطانيا. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا دكتور، منورنا يا فندم. سعداء ومصر بخير دايما. كل سنه وحضرتك طيب. معلش عطلناك شويه النهارده. لا ابدا يا خبر ابيض، الله يخليك. طيب يعني التحول، معلش انا هرجع هنرجع لموضوع آخر حاجة اتكلمنا فيها أهمية التطور. هل هناك حل دون أن رقمنة الدولة على حسب المصطلح؟ بص حضرتك، التكنولوجيا سواء تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي المحرك الرئيسي للاقتصاد العالمي كله. صحيح دكتور محمد، أنت لما تيجي تشوف حجم الاقتصاد العالمي 105 تريليون دولار، نصه بالضبط ما يقرب من 53 تريليون دولار هو الاقتصاد الرقمي. طيب انت بتتكلم على ايه النهارده؟ يعني هل النسبه دي حضرتك تعتقد انه خلال نقول 10 سنين القادمه هتزيد؟ لا ده بتتزايد بشكل رهيب. اقل من 10 سنين طبعا. اقل احنا خلاص النهارده الاقتصاد التقليدي انك ان تعمل اتفاقيات تجاريه وتوقع عقود ولازم نتقابل ونمضي وخلاص، خلاص ما فيش الكلام ده. النهارده الصين بتبيع لامريكا والعكس. كله رقمي. صحيح. ولا ده بيقابل ده ولا يعرفه. صحيح صحيح. فدي علاوة على كمان التطور الرهيب في المدفوعات الرقمية بقت سهل الأمور كلها. صحيح. ما بقاش لازم أقابلك عشان ناخد فلوس ونعد ونعمل. صحيح. وتديني شيك، حتى شيك، حتى كلمة شيك وتمضي مفيش النهاردة. مفيش النهاردة، وهيختفي أكتر وأكتر مع تطور التكنولوجيا. النهاردة العالم كله تقوده حاجتين: الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي. الاقتصاد الرقمي علشان حركات البيع والشراء سواء بقى من حكومات لحكومات، من شركات لشركات، من شركات لأفراد، أو العكس بأي إن كان. دي ليه حوالي 12 نوع مختلفين. تمام. لكن الأكبر منها البي تو بي اللي هو البيزنس تو بيزنس، الشركات بتبيع لشركات. تمام. بجانب بقى التحول الرقمي اللي هو الحكومات بتطور نفسها علشان تقدم للمواطن خدمات بسهولة ويسر في 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع بدون انقطاع، من غير ما يخرج من بيته ويروح يقف طوابير زي زمان. صحيح. ويدفع في طابور ويملى نموذج في طابور. لا، بتاخد خدمة بعد، ولا تخرج من شغلك تستأذن، ولا تاخد يوم أجازة. صحيح. تعمل كل خدماتك وانت بالليل براحتك في البيت، او يوم جمعة افتح الموبايل، افتح اللابتوب، خلص. خش بقى على حتى وانت قاعد في المكتب، يعني ممكن وانت في اي حتة. صحيح. ما هي طالما 24/7 انت خلاص ما مش مرتبط بقى بالحكومة سبع ساعات، 8 ساعات، 9 ساعات دوام، والخزنة بتقفل الساعة 12 والمدفوعات كلها. ممكن. احنا على فكرة اتطورنا جدا. بص يا دكتور، لما نخيص كده. صحيح. قولي ايه احنا بص حضرتك، احنا النهارده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلق مبادره التحول الرقمي 2018. تمام. اشتغلنا على 5 محاور، وانا بتشرف ان انا اشتغلت في المنظومه دي. جميل. تطوير البنيه التحتيه الرقميه. احنا كان في هذا الوقت سرعه الانترنت 5 ميجا بت بير سكند. النهارده سرعة الانترنت في مصر الثابت اللي هو في البيوت والشركات ما يقرب من 63 ميجا بت بير سكند، معناها ضربت في 13 ضعف. وده كان بنيه، ده بسبب بنيه اساسيه، البنيه التحتيه الرقميه. ودي على فكره بقى ايه، بتتكلف مليارات. طبعا انت فحت كل شوارع مصر، استبدلت الكابلات النحاسيه كلها بكابلات من الالياف الضوئيه. طب واحد يقول لي في دول سبقتنا. في دول عمرها كله 50 سنه لما بدات فايبر اوبتيك. بالظبط. احنا دوله عميقه من 1800 وشويه. صحيح. كان عندنا التلغراف ثم
التليفون و نفس الاسلاك في نص البلد عندنا هتلاقيها كانت كلها نحاسيه. صحيح. طيب انت على موجوده من 1800 وحاجه. ايوه يعني قوي. احنا الافلام اللي في الثلاثينات والعشرينات كان جنب محطات دايما السكه الحديد الاعمده الخشبيه اللي عليها خطوط التلغراف. صحيح. طيب دي اول نقطه. طب انت لما غطيت المحافظات كلها لكن في مناطق حدوديه عندك بعيده، حلايب وتوشكا وشلاتين والمدن المتناثرة في الوادي الجديد، رحت كمان أطلقت القمر الصناعي تيبا واحد خاص بالاتصالات وإنترنت فائق السرعة عريض النطاق عشان تغطي حدودك كلها. أوكي. ومش بس كده، نفعتنا فين بقى؟ إحنا النهاردة لما اكتشفنا حقل ظهري في المياه الإقليمية اللي قريب من أوروبا. طبعا. انت بتغطيه ازاي النهارده؟ تبادل معلومات ودي تعتبر تبع مصر. صحيح. بتغطيها من الاقمار، مش هتقدر تمد لها بقى كابلات. صعب قوي. يعني حتى لو مدت لها بس انت عندك القمر الصناعي يغطي. صحيح صحيح. وده المصري برضو القمر الصناعي. المصري ده حاجه مفخره يعني. اذا انت اول محور طورت البنيه التحتيه، وصلت حاليا رقم واحد في افريقيا في سرعه الانترنت الثابت. يعني ايه يعني ايه انترنت ثابت؟ انترنت ثابت اللي انت بتاخد الراوتر بتاعك في البيت او في مكتبك. أوكي. انترنت متحرك اللي بتاخده على الجهاز الموبايل. أوكي. ودي بقى بتبقى عايزه تجهيزات مختلفه، حاجه ثانيه خالص، لان كلها موجات ماشيه في الهواء. انترنت الثابت الغالبيه العظمى منه كابلات فايبر اوبتيك في الارض. اوكي. وعلى فكره الانترنت في العالم كله برضو، طالما احنا بنتكلم في نفس الموضوع، 90% من شبكة الانترنت في العالم كلها بتمشي في كابلات بحرية في المحيطات. مزبوط. والبحار. مظبوط مظبوط. والباقي يعني الأقل من 10% من الأقمار الصناعية والكابلات الفايبر أوبتيك اللي في الأرض، موجودة في الأرض. أوكي. إذن ده أول محور الحكومة صرفت عليه مليارات. تمام. طب المحور الثاني كانت كل خدماتك الحكومية ورقية أو الغالبية العظمى منها. مزبوط. طب علشان تحولها من ورقية إلى رقمية لازم تعمل عملية إعادة هندسة الإجراءات. تدرس الإجراءات بالقوانين المرتبطة بها. الخدمة دي تقدم إزاي وتروح تدفع فين وتملأ أنهي نموذج، كلام من ده كله. كل الكلام ده أعيد صياغته بحيث يتماشى مع تطبيقات الكمبيوتر. جميل. ودخل له بتاع سنتين. طبعا. يبقى دي تاني مرحلة. ده في عدد كبير من الخدمات يعني. احنا عملنا حاليا دلوقتي 170 خدمة رقمية في الدولة كلها. ولسه بتزيد كل شوية. طب تالت محور كان ايه؟ مصر كان فيها اكتر من 100 قاعدة بيانات متناثرة غير مترابطة، انشئت على فترات زمنية مختلفة بتكنولوجيات مختلفة. طبعا. يعني ممكن وزارة بقى 40 سنة شغالة بسيستم معين، وزارة بقى 20 بسيستم اخر. دي عندها تكنولوجيا شركة امريكية مثلا، ودي شركة مثلا كورية. وهكذا. ودول صعب قوي يندمج يعني. جيت تربطهم النهاردة مع بعض ما عرفتش. طبعا. وفيهم بيانات قديمة ولم تحدث. طب دي كانت اصعب مرحله. طبعا. الحكومه المصريه قعدت تنظف البيانات وتنقي البيانات اللي مات تحذفه وهكذا، والبيانات الغلط والكلام من ده كله. وعملت اكبر قاعده بيانات حكوميه تشاركيه مؤمنه، بقى كل بيانات الحكومه وال111 مليون مصري بالتعليم بالصحه بالاراضي بالمنشات بالتعداد العام للسكان في قاعده بيانات واحده. ودي كانت مرحله صعبه. واحد يقول لي المواطن ما حسش الكلام ده، لان هنا انت هنا بتنشئ بنيه تحتيه اللي هي مش باينه. صحيح صحيح. اللي هيقام عليها بعد اللي هيقام عليها. ما انت النهارده ممكن عماره مثلا 20 30 دور تطلع في شهور. وممكن في الاساس اللي بينزل تحت عمق الارض 20 30 متر ده تقعد فيه فتره زمنيه اطول، 4 سنين. صحيح. طيب ده ثالث محور. طب رابع محور، انت انشات قاعده البيانات الضخمه قوي دي، هتشغلها فين؟ رحت انشات اكبر مركز معلومات في افريقيا في العاصمه الاداريه الجديده، سماه فخامه الرئيس عقل مصر. مركز معلومات اتكلف لوحده 16 مليار جنيه. أوكي. مركز ضخم يعني جدا. يعني مركز معلومات ده يعني تقدر تقول مبنى كده زي المبنى بتاع التلفزيون كله أرضي. فيه مئات السيرفرات اللي بتخزن فيها مليارات 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 من البيانات بتاعت السكان كلها والأنشطة الاقتصادية والتجارية والتعليمية والصحية، كل معلومات الدولة. أوكي. اللي تشاركية فيها الحكومة فيها. تشاركية يعني وزارة الكهرباء على كل التعليم على تتعامل مع نفس، المركز بنفس السيستم. بنفس السيستم. أوكي. مع اختلاف التطبيقات، في تطبيقات صحية في تطبيقات تعليمية وهكذا. أوكي. طيب المركز ده نفسه اتصرف عليه زي بقول لك مبنى ضخم جدا. وكان اهم حاجه في مراكز المعلومات دي فيها بقى فيها منها جيل اول وثاني وثالث ورابع. احنا عملنا احدث جيل. أوكي. احدث جيل ده اللي هو نسبه الخطا فيه تكاد لا تذكر. كويس. مؤمن ضد جميع
يعني الزلازل والبراكين الطبيعية كمبنى ده دي نقطة مهمة جدا طبعا. ومؤمن بطبقات من البرمجيات ضد القرصنة الإلكترونية بأشكالها المختلفة. طب واحد يقول لي كان مؤمن ليه ده مبنى محصن على عمق 19 متر تحت الأرض؟ محدش يعرف هذا تحت أصلا مكانه فين. طب هل احنا اكتفينا بكده؟ لا، عملت واحد زيه بنفس التكلفة بنفس الحاجات اللي فيه في مكان ما حدش يعرفه في الصحراء الغربية الشرقية، ده اللي هو يعتبر الباكاب. اوكي، وده برضو عليه نفس البيانات ونفس كل حاجة. ليه؟ عشان انت بتتكلم حكومة لا تتوقف. صحيح. يعني صحيح. انت ممكن يحصل لك زلزال ارضي من عند ربنا بقى. طب هتعمل ايه؟ صحيح، دي اول حاجة. طيب لما وصلنا للمرحلة دي بقى عندك مركز كبير قوي، رحت حاطط فيه قاعدة البيانات بقى على السيرفر دي وقلت ده الجزء بتاع التعليم وده الصحة وده التموين وده الاقتصاد وده محليات وهكذا. تمام. طيب المواطن لسه ما شافكش هنا، انت عمال تبني تحت الارض. بالظبط. رحت عملت له اخر حاجه بقى منصه مصر الرقميه. أوكي. قلت له يا مواطن انت هتاخد خدماتك. يعني دي بعد مراحل كتير جدا. طبعا جدا. أوكي. انت النهارده بتبني المنشا، تيجي في الاخر تدهنه وتزوقه. أوكي. عشان المواطن يشوف. تشطيب بقى. تشطيب بقى. حلو. أوكي. فروحت عامل منصه مصر الرقميه. تتخيل ان مركز المعلومات هنا والمواطنين هنا. تعمل حاله في النص كده كانها حلقة وصل. أوكي. المواطن عايز يجدد تراخيص أي حاجة يدخل على منصة مصر الرقمية، أنا هجدد ترخيص السيارة، تقوم هنا المنصة دي تدخل على الجزء بتاع السيارة. أوكي. تجيب لك سيارتك وتجدد لك. طبعا. واحد تاني عايز يدخل يجدد بطاقة التموين، تقوم داخل على حتة تانية خالص بس في نفس المركز تجيب. أوكي. التموين. منصة مصر الرقمية دي فيها حوالي أكتر من 170 خدمة رقمية المواطن بياخدها. جميل. طب المواطن ياخدها إزاي؟ أول مرة المواطن يدخل يسجل نفسه في منصة مصر الرقمية، يكتب بس رقمه القومي. المنصة هتتعرف عليه هتعرف. وتقول له اختار كلمة سر، يقعد مدى حياته كلها بقى أول ما يكتب رقمه القومي ويدخل كلمة سر عرفت إنه هو الدكتور محمد بيطار وخلاص. تمام. وياخد خدمات. طب إحنا عملنا الكلام من ده كله سبقنا الزمن فيها. سبقنا الزمن فيها. ده فعلا من 2018 حتى الآن كل ده تعب. حتى الآن احنا كلفنا اكتر من 200 مليار جنيه في هذه المنظومة. اوكي. طيب هل احنا وقفنا؟ لا، ده احنا بنطور لسه. طب بنطور في ايه؟ هل احنا اكتفينا مثلا بسرعة الانترنت دي؟ لا، عمالين نزود. النهاردة انت عمال تعمل 14 مدينة ذكية يتعملوا. طب المدن الذكية اللي على بعد النهاردة مئات الكيلومترات من مصر. من القاهرة ومن المحافظات. هي دي مش عايزة بنية تحتية رقمية؟ عايزة بنية تحتية رقمية. تمام. طب بتزود كابلات الفايبر أوبتيك، بتزود الترددات حتى الخاصة بالشبكات المحمول اللي هي هتنقل عليها برضو إيه برضو الانترنت اللي هو متحرك بقى. متحرك بقى الجزء الثاني. طيب هل هذا الكلام بس كده؟ لا، ده الحكومة المصرية بتفكر دلوقتي زي ما قال معالي وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات انها تعمل خدمات حكومية تخصصية بقى. يعني ايه تخصصية؟ بدل ما احنا عاملين منصة مصر الرقمية هيبقى عليها كل الخدمات اللي تخدم المواطن منذ ان يولد، ثم يدخل التعليم، ثم يتعالج، ثم يتوظف، ثم ياخد دورات تدريبية، مراحله كلها الى ان يطلع تقاعد. قال لك لا، احنا بقى مش هنخليها منصة واحدة، احنا هنعمل اكتر من منصة حكومية. أوكي. كوجهة عمل للحكومة. انا هاخد كل الخدمات المترابطة كوحدة اعمل لها منصة واحدة. على سبيل المثال جميع الخدمات الاجتماعية والمرتبطة بالتموين واللي مرتبطة بتكافل وكرامة واللي مرتبطة بكده اخدها كوحدة، لان دي كلها وحدة واحدة. تدخل فيها بقى حياة كريمة، تدخل فيها المبادرات الرئاسية. جميل. اللي هي الحاجات المرتبطة بكده تقدر تاخد بقى التعليم بأشكاله المختلفة. حلوة. بالمراحل المختلفة، بالتعليم الجامعي، بالبحث العلمي، وتقوم عامل له حاجة لوحديها. جميل. تقدر تدخل حاجة تانية بالصحة ومنظومة التأمين الصحي وهكذا. طب احنا ليه بنعمل كده؟ ليه احنا عدد سكاننا بيزيد؟ وبدل ما انا اشعبك كمواطن تدخل تبحث فيه مثلا لما نوصل 600-700 مثلا خدمة، لا انت بتتكلم على رجل في التعليم
مش هتدخل بقى مش هخش خلاص هتدخل حاجه واحده على بس على التعليم على طول. اوكي ودي هتبقى منصات برضو منصات حكوميه منصات حكوميه منصات حكوميه أوكي. مش خاصه وبتقدم خدمات وبتقدم خدمات ومرتبطه بقواعد البيانات الحكوميه المصريه اللي موجوده في العاصمه الاداريه. هل ده معلش احنا وقتنا خلاص تقريبا انتهى دكتور عبد الله، ولكن هل ده هيؤثر على الاقتصاد بالايجاب؟ يعني كل ما نتطور مليون في المية. ليه حضرتك؟ احنا النهارده في الوضع العادي كان بينزل عندنا 3-4 مليون مواطن مصري ينتشروا على الجهات الحكومية والمحليات ويقفوا طوابير وعشان ياخدوا خدمات. تخيل دول كانوا عادة بياخد يوم أجازة من, من, من شغله، واللي جاي من الأقاليم عشان منطقة مركزية هنا والمحروقات والسيارات والمواصلات العامة الزحمة والحوادث والتلوث اللي بيظهر. طب كل الكلام ده كان عبء على الحكومة، بيتكلف مليارات مواصلات عامة للملايين أو حتى راكب سيارتك الخاصة محروقات وغيرها بتلوث البيئة. انت لما تاخد الخدمة الرقمية وانت قاعد في البيت النهاردة، أولا أنا حرصت على رفاهية المواطن. أنا ما أنا خلي بالك المواطن المصري ده عانى كتير. صحيح. اي يجي الوقت الحكومه تطبطب عليه شويه تقول له لا انت مش هتنزل تقف طوابير. صحيح. او مثلا شخص كبير في السن لا ده انت موجود على موبايلك بس شوف الخدمه. صحيح. وخش عليها وادفع رقميا. طب نفعتنا في ايه تاني؟ رفعت نسبه الشمول المالي للحكومه المصريه. احنا كانت نسبه الشمول المالي عندنا حاجه و30 النهارده قربنا على 70 على المعدلات عشان الناس العالميه لان كلها ارتبطت بالمدفوعات الرقميه. أوكي. طب هذا الكلام ادى الى ان البنوك المصريه سواء حكوميه او خاصه طورت نفسها. صحيح. عملت لك مجموعه ضخمه جدا من المدفوعات الرقميه المختلفه. صحيح. حتى بقى في انترنت بانكينج، يعني انت مش محتاج تروح البنك نفسه، ما تروحش خالص، ما انت كل مدفوعاتك رقميه. السنه اللي فاتت دي البنك المركزي نفسه طلع اصدر تراخيص لبنوك رقميه فقط. دكتور عبد الوهاب معلش تعبنا حضرتك معانا، يعني حوارك ممتع للغايه الحقيقه كعادته طبعا، يعني استاذنا الاستاذ الدكتور عبد الوهاب غنيم بحوار ممتع للغايه. اتكلم بسرعه كده معلش، حلقات رمضان قصيره نسبيا، اتكلم يعني بمنتهى الامانه حول الجهود بالذات في وضع الاساس، يمكن الجهود اللي ما بانتش قوي للساده المواطنين من 2018 وحتى الان، بس خلاص على ما اعتقد انه البنيه الاساسيه لمنظومه الرقمنه او الانتقال الرقمي موجودة في مصر، وهنبدأ تدريجيا نشوف زي المنصات اللي الدكتور كان بيكلم عليها، هنبدأ تدريجيا نشعر كمواطنين بهذه الخدمات. نشكر شكر جزيل للغاية أستاذنا الأستاذ الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية ومستشار كلية كامبريدج الدولية ببريطانيا. نشكرك صديقي المشاهد، وإن شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس.